أهلا بكم مجددا. تحدث الوزير الأول عبد الملك سلال قبل قليل مع نظيره الفرنسي جون مارك إيغو بقصر الحكومة الذي سيترأس رفقة عبد الملك سلال بعد قليل اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى والتي ستتناول عدة ملفات هامة خاصة ذات الطابع الاقتصادي. وكان الوزير الأول الفرنسي جون مارك إيغو الذي كان مرفوقا بوزير التنمية الصناعية عمار بن يونس قد وضع إكليلا من الزهور ووقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد للشهداء ثورة أول نوفمبر المجيدة. ولأكثر التفاصيل يلتحق بنا مباشرة ياسين باباسي من فندق الأوراسي. أهلا بك ياسين. أهلا زميلتي وأهلا بكل مشاهدي ومتتابعي قناة النهار الإخبارية. إذا كما تلاحظون حاليا نحن متواجدين بأحد القاعات بفندق الأوراسي أين تجري فعاليات منتدى الاقتصادي الذي يجمع بين رجال أعمال جزائريين ورجال أعمال فرنسيين من أجل العمل على تعزيز ما يعرف بالشراكة الاقتصادية بين البلدين. حاليا كما تلاحظون مباشرة من ورائي يجري الحديث حول السبل التي تمكن البلدين من تعزيز يعني الشراكة الاقتصادية بين البلدين في جميع الميادين. أذكر فقط أن زيارة الوزير الأول الفرنسي جون مارك إيغو صحبتها العديد يعني من الانتقادات خاصة من طرف الخبراء الاقتصاديين الذين يرون أن هذه الزيارة هي تدخل فيما يعرف بالبيزنس أولا، يعني تبحث عن مصالحها الاقتصادية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه يعني أين هي مصلحة الجزائر، أو بمعنى آخر ماذا ستستفيد المؤسسات الجزائرية من هذه الشراكة. وفيما يخص يعني هذا المنتدى الذي يجري حاليا سيتوج في الأخير بالإمضاء على أزيد من 15 اتفاقية تعاون بين الجانبين. حاليا أترككم مع هذه المشاهد. رجال أعمال يعني أكثر من 50 رجل أعمال من فرنسا وكذلك أكثر من 100 رجل أعمال يعني من الجزائر فيما يخص يعني جميع المجالات. مشاهدينا وللمزيد يعني فيما يخص هذا المنتدى وفيما يخص ملف الشراكة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية يحضر معي السيد حاج مهني، هو رئيس الكونفدرال الجزائرية لرجال الأعمال الجزائريين. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. بداية يعني كيف يعني ترى هذه الشراكة الاقتصادية الجزائرية، وهل أنتم يعني مستعدون أنكم تعملوا يعني شراكة مع رجال أعمال فرنسيين؟ من باب الفائدات والفائدتين غانيون غانيون، مرحبا وسهلا بالزملاء الفرنساويين. مهما لكل مرة يكونوا هما الاخرين اليوم في ميدان يعني لي زيشانج ايكونوميك كوميرسيال، لا شين اي لا بروميير بارتنير، من حقها تكون فرنسا اللي هي على 800 كيلومتر فول دوازو دو مارسي، لالجيري ني با لوان. اي لي فرونسي سي توجور le problème du couple Algérie-France. Nous attendons beaucoup de nos collègues français. سنهم منهم كثير، سنهم منهم يعني تكون مشاركة ديال الصح. اليوم هذا 49-51 كلنا مضينا مع البرتغال مع إيطاليا مع إسبانيا فرنسا حتى اليوم باش راح نمضوا عقود من هذا النوع، تقريبا 20 عقد يعني شركاء. من حق فرنسا تكون هي الأولى، عندها الفائدة في اللغة اللي نتكلموها اللغة الفرنساوية، وعندها الجزائر هنا قريبة لها، ان بي ستابل سيكوريزي او بلان ايكونوميك. الحمد لله اليوم الجزائر ما فيهاش سنتيم دين خارجي، عندها 40 مليون مستهلك. لكن يعني ما هي الخطوات التي يجب ان ياخذها يعني صناع القرار في الجزائر من اجل الاستفاده من هذه الشراكه؟ احنا مستعدين للشراكه واحنا مستعدين وفرحانين بهذا اليوم، لكن هذا اليوم لازم يتكرر ويتقوى كما يقولوا باللغه الفرنسويه، اون اي دون ان بلين لون دو ميال، يفودري بوستي لي زيشانج، يفودري كيلي ريالمون لو ترانسفير du savoir-faire. On a besoin de formation, d'encadrement, on a besoin de faire des échanges, يعني porteurs. من زمش للسنة وحتى اليوم الحمد لله الجزائر مفتوحة لكل العالم وكل بلدان لي كاتر كونتينون، اليوم الجزائر مفتوحة. الفرنساويين يعني رسالة وصلت. دعني فقط أخذ الكلمة مع كذلك السيد يحيوي، هو رجل أعمال كذلك، كيف ترى يعني هذا الشراكة الفرنسية الجزائرية؟ Nous pensons que une nouvelle page est en train d'être écrite dans la relation bilatérale. Yassine Babassi, هل أنت في الاستماع؟
ياسين باباسي، انقطعت المكالمة. مزيدا من التفاصيل في مواعيدنا اللاحقة. تتواصل قضية الرياضي الجزائري إسلام خوالد المحتجز بإحدى السجون المغربية منذ أكثر من 6 أشهر على خلفية قضية مفبركة، أين كشفت عائلة القاصر إسلام خوالد أنه يواجه متاعب صحية جمة على غرار فقدانه السمع بأذنه اليسرى، وطلب والد إسلام تدخل السلطات المعنية لمعالجته في أقرب وقت. كما نشد الخارجية الجزائرية للتحرك لدفع السلطات المغربية للتجاوب مع مطالب العائلة، خاصة أن السلطات المغربية ترفض مواصلة إسلام للدراسة. للإشارة، كانت محكمة الاستئناف بأكادير المغربية قد نطقت بسنة حبسا نافذا في حق إسلام خوالد وإدانته بتهمة هتك عرض قاصر. بهذا نصل إلى ختام الموجز، في أمان الله.